مريم بن صالح تزادت في عام 1963. مريم كتنحضر أصول عائلتها من الجهة الشرقية، بالضبط من تافوغالت نواحي بركان. قصة نجاحها في عالم المال والأعمال قصة مثيرة، بداتها من اللي رجعت للمغرب من بعد ما سالت قرايتها في الخارج، وهي عندها دبلوم المدرسة العليا للتجارة بباريس خداته سنة 1984، وكذلك خدت ماجستير في إدارة الأعمال سنة 1986 في الولايات المتحدة الأمريكية. من اللي رجعت قرر الوالد ديالها عبد القادر بن صالح أنه يخدمها عنده في المجموعة الاقتصادية دياله. خدمت عامين في المؤسسة ديال الإيداع والقروض، من موراها انتقلت للمجموعة المالية ديال الوالد ديالها ورجعت المديرة الإدارية والمالية لشركة والماس للمياه المعدنية، وبينت على قدرات هائلة في التسيير. هادشي اللي خلاها توسع نشاطها التجاري ورجعت والماس كتسيطر على 70% من السوق المغربي. سيدي علي والماس ومنتجات أخرى خلات مريم بن صالح تولي أكثر الأشخاص قدرة على بيع الماء وجمع الثروة وتدعيم رأس مال الهولدينغ أولماركوم الخاص بعائلتها، واللي كيضم بالإضافة لوالماس شركة تأمين أتلانتا وشركة للطيران المنخفض التكلفة وفروع أخرى كتخصص في الصناعة والعقار والتجهيزات المنزلية. لكن نجاح العائلة ماليا كيرجع للمياه المعدنية اللي جعلت منها العائلة كل شيء ممكن. بدأت قصة جمع الثروة عند عائلة بن صالح من اللي تم اكتشاف عين سيدي علي الشريف في قلب جبال الأطلس مطلع السبعينات، من اللي كان عبد القادر بن صالح مساهم في شركة أوربونور اللي كتشتغل في الحبوب والنسيج. من موراها قرر هو وشي صحابو تأسيس شركة واستغلال المياه والماس اللي كتنبع من الأطلس الكبير. من بعد قرر عبد القادر بن صالح يشري الأسهم ديال صحابه ويولي هو المالك الوحيد لشركة والماس اللي كتستغل الماء الطبيعي سيدي علي مقابل ضريبة الاستغلال كتعطيها للدولة. يوم بعد يوم الشركة كتكبر وكتدير بلاصتها، تولت شركة كبيرة جدا خلت عائلة بن صالح تصنف من بين العائلات الثرية في المغرب. وقبل ما يموت عبد القادر بن صالح خلى لولاده ما يزيد على 30 فرع للشركة كتشتغل في مختلف المجالات الاقتصادية. مريم بن صالح تكلفت بقيادة أحد أهم هاد الفروع وبدأت كتبدع في تسويق الماء المعدني اللي جعلها توصل لترأس باترونا المغرب، وكتحتل مريم بن صالح العديد من المناصب في العديد من المؤسسات الدولية والوطنية، فهي عضو مجلس إدارة جامعة الأخوين وعضو مجلس إدارة مجلس الأعمال العربي وعضو مجلس رجال الأعمال المغاربة والبريطانيين وعضو في وكالة التنمية الاجتماعية والعديد من الهيئات والمنظمات المغربية والدولية. هي إذن المرأة العاشقة لركوب السعاب في المجال الاقتصادي، كما هو عشقها لركوب الدراجات النارية الكبيرة وقيادة الطائرة بنفسها. هي أيضا أفضل من استوعب كيف تصنع من الماء كل شيء ممكن.